بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. هذه الفقرة مع كتاب بيالي ريكومبوند مرة أخرى. طبعا سنستكمل مع لكوية دي شامبينيون، كما نقول جني الفطري أو اقتطاف أو قطف الفطر. هذه الفقرة نستكمل مع الجزء الثاني الخاص بهذه القصة كما رأينا لكوية دي شامبينيون سويت. إذا نتكلم عن جني الفطريات لكوية دي شامبينيون سويت، إذا نتكلم عن جني الفطريات تابع. طبعا سنرى بعض الكلمات التي عندنا هنا. عندنا مثلا presque aussi gros، إذا كما نقول تقريبا بنفس الحجم، إذا تقريبا بنفس الكبار presque aussi gros. طبعا aussi gros مقصود بأنه أيضا ضخم، presque تقريبا أيضا ضخم، تقريبا أيضا ضخم. نتكلم عن شيء ما نقول عنه بأنه أيضا هو ضخم بنفس القدر من كذا وكذا. نقارن هذا الشيء بشيء آخر من حيث الضخامة، أو نقارن شخصا بشخص آخر مثلا بخيسك أو سيغو أنه بنفس الضخامة أيضا. النوتر كما نقول آخر، ثم هناك آخر النوتر. بورتون كما نقول رغم ذلك. ثم عندنا هنا بتاتخ ياتيل ربما، بتاتخ كما نقول هنا يمكن أن يكون، يمكن أن يكون المقصود بها ربما. بتاتخ هنا عندنا لغة بوفوار كما تلاحظوا، عندنا فعل استطاع ثم عندنا هنا لغة اتخ. بتاتخ المقصود بها ربما. ياتيل أنه يوجد هناك. ثم عندنا هاد لانتراجيكسيون فرت كلمة تصف صوت كلمة كأنها تقلد هذا الصوت. ثم عندنا لكاشيت كما تلاحظوا بأن كلمة لكاشيت عندها علاقة بفعل كاشي. طبعا لكاشيت المقصود بها هو المخبأ، لكاشيت إذا نتكلم عن المكان الذي يختبأ فيه. ثم عندنا أوسوكور كما نقول النجدة. بعد مرة نتكلم على الفيرب سوكوغيغ فعل أنقذ، فعل أنقذ أو أنجد. ثم عندنا سيتلاب إنه أرنب، ستلب إنه أرنب. ثم عندنا تيابور أنت عندك خوف. ممكن أننا نضيف لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أفواغ، طبعا مصرف مع أفواغ، إذا نتكلم هنا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل أفواغ. أما في الحالة الأولى عندما نقول تيابور هنا نتكلم على لو بريزون الخاص بفعل أفواغ، ولكن إذا أضفنا هاد إي تيابور نقصد أنك كان عندك خوف، أو أنت كان عندك خوف. تيايبور أنت كان عندك خوف، أو أنت كان عندك خوف. تيايبور. أما إذا قلنا تيايبور أنت عندك الآن خوف، أو أنت عندك الآن خوف. ثم عندنا إنورم كما نقول ضخم. أون ميم طون في نفس الوقت. ثم عندنا أن بون بلا نتكلم عن طبق جيد. ثم ننتقل إلى هذه الفقرة. كما نلاحظ عندنا الفقرة الأولى، إذن عندنا سيت أن بون شامبينيون إلا أن شابو مارون دو لا ميم كولور كو لي في مورت إي أن بيي بريسك أوسي غرو كو لو شابو إي أن بيي بريسك أوسي غرو كو لو شابو. أنكور أن نوتر كخي روبير إي لون تخوف بوكو إي أ شاك فوا إيل كخي أنكور أن سيت أن بون شامبينيون إنه فطر جيد أو فطر جميل. سيت أن بون شامبينيون إنه فطر جميل أو جيد. إلى أن شابو مارون إل أ أن شابو مارون إلى أن شابو مارون هو عنده طربوش مارون يميل إلى اللون البني. مارون كما نقول لون كستنائي، لون بني يميل إلى الحمرة. إلى أن شابو مارون إل أ أن شابو مارون هو عنده إل أ نعدنا أفوا في البخيزون. طبعا من بعد منه اسم أن شابو مارون هاد أفواغ يفيد الملكية هنا. إلى شابو مارون هو عنده طربوشون كما نقول كستنائي. إذن إلى شابو مارون دو لا ميم كولور بنفس اللون، دو لا ميم كولور بنفس اللون كو لي في مورت. إذن بنفس اللون كالأوراق الميتة. إذن طبعا هاد الفطر هو عنده طربوشون كما نقول بني دو لا ميم كولور بنفس اللون كلي في مورت.
كالأوراق الميتة. إذا نتكلم هنا عن أوراق أشجار ميتة مثلا التي تتخذ لونا بنيا، أوراق أشجار عندما تموت أنها تأخذ هذا اللون أيضا. إلى شابو مارو de la même couleur que les feuilles mortes et un pied presque aussi grand que le chapeau. ثم عند هذا الفطر un pied، ثم عنده رجل، عنده قدم، ثم عنده قدم. إذا نتكلم عن جدر، نتكلم هنا عن جدر هذا الفطر، جدر هذا النبات. presque aussi grand هو أيضا ضخم، نتكلم عن جدر هذا النبات هو أيضا ضخم que le chapeau. مثل الطربوش، الصورة عندنا هنا، إذا عنده جدر ضخم، ثم عنده طربوش ضخم، إذا نتكلم عن فطر، طربوشه كجدري، الطربوش تيشبه الجدر ديالو، يعني أنه كبير من الفوق وكبير من التحت، المقصود أنه ضخم، أنه سمين بمعنى آخر، نتكلم هنا عن نبات سمين، ثم أونكوغ أن أوتر، أيضا آخر، أيضا آخر، ثم أن هناك فطر آخر، أيضا. كري روبير، كري روبير، يصرخ روبير. إذن أيضا ها هو آخر، أونكوغ أن أوتر. ثم إل أون تخوف بوكو، إل أون تخوف بوكو، هو يجد منها الكثير. إذن هو يوجد بحالها الكثير، هو يوجد بحالها الكثير. إل أون تخوف بوكو، إذن هو يجد منها الكثير. إي أشاك فوا إل كخي، يا شاك فوا إل كخي، وفي كل مرة هو يصرخ. كما نقول بأن هنا روبير كان له حظ كبير بأن وجد الكثير من هاد الفطريات. يا شاك فوا وفي كل مرة يلكخي، هو يصرخ. أونكوغ أيضا واحد، أيضا واحد، في كل مرة يجد فطرا ثم يصرخ. ها هو واحد، ها هو الآخر، أيضا واحد آخر. أونكوغ إذن كما قلنا سيت أن بو شامبينيو. إلى أن شابو مارون de la même couleur que les feuilles mortes. Un pied presque aussi grand que le chapeau. Encore un autre, crie Robert. Encore un autre, crie Robert. Il en trouve beaucoup. Et à chaque fois, il crie. Encore un. Didier n'en trouve pas. Pourtant, il fait comme Robert. Avec son bâton, il écarte les feuilles, mais il ne voit rien. Voilà un gros tas de feuilles et de branches. Peut-être y a-t-il là-dessous un beau champignon. Il donne d'abord quelques coups de bâton sur les branches. Didier n'en trouve pas. Et de Malakin, à l'arrex Robert Taban, Didier n'en trouve pas. Il y a un Didier, le miagide mina. Un ou le miagide mit la chéen. Et de nouveau le miagide mina kfetriyat ou le wahida. Didier n'en trouve pas. Ou la kina Didier, le miagide mina. Le miagide mina chéen. Pourtant, Ragmahada, Ragmahana le miagide. فطريات نتكلم هنا عن ديدي il fait comme Robert. Il fait comme Robert. هو يفعل comme Robert. يفعل مثل Robert. Avec son bâton مع عصيتي إذا بعصيتي il écarte les feuilles. هو كان يبعد الأوراق. يفعل مثل Robert. Il écarte. هنا نتحدث عن الفيرب écarter طبعا كما ذكرنا. الفيرب écarter هنا conjugué au présent. Il écarte les feuilles, إذن هو يبعد الأوراق، mais il ne voit rien. Mais il ne voit rien. ولكن رغم أنه كان يبعد الأوراق، حتى يتسنى له رؤيته، ما تعتى إلى أنه لم يكن يجد شيئًا. Mais il ne voit rien. ولكن هو ne voit rien. عندنا هنا le va voir. Mais il ne voit rien. ولكن هو لم يرى شيئًا. Voilà un gros tas de feuilles. et de branches. Ha huwa rukamun dakhmun de feuilles et de branches. Min al-awraq wa min al-aghsan. Didiona yandur fa idha biyara kawmata awraqin mutasaqita taban min awraq al-ashjar wa ma'a majmu' min al-aghsan. Madam ana ra'a hadha al-kawma, idhan taban bi ru'yatihi li hadhihi al-kawma, idhan kana ya'taqidu madha? Akid annahu kana ya'taqidu bi anna tahtaha fitran. Voilà un gros tas de feuilles et de branches. Peut-être y a-t-il là-dessous un beau champignon. Peut-être, Rubama, y a-t-il un يوجد هناك là-dessous هناك أسفل المقصود هناك أسفل un beau champignon. Rubama أن هناك أسفل un beau champignon.
فطرا جيدا، فطرا جميلا. Il donne d'abord quelques coups de bâton sur les branches. إذن هو يعطي، المقصود بأنه هنا يضرب. شنو أعطى؟ أعطى قبل كل شيء d'abord quelques coups بضعة ضربات دو باطون بالعصا، دو باطون بالعصا التي عنده sur les branches على الأغصان المتراكمة. هو أولا يريد أن يتأكد بأنه لا يوجد تحتها زواحف وأولها الأفاعي. هو لا يريد أن يدخل يده تحت هد القش، تحت هد الأغصان وتحت هد الأوراق المترامية، ربما تكون هناك حية فتلدغه. إذن يريد أولا أن يضرب فوق هد الركام. Peut-être y a-t-il là-dessous un beau champignon. ربما أنه يوجد هناك، هناك أسفل un beau champignon. يوجد فطرا جميلا. Il donne d'abord quelques coups de bâton sur les branches. إذن هو يعطي d'abord قبل كل شيء quelques coups بضعة ضربات دو باطون بالعصا sur les branches. أنه يضرب فوق الركام. إذن كما قلنا Didier n'en trouve pas. Pourtant, il fait comme Robert. Avec son bâton, il écarte les feuilles, mais il ne voit rien. Voilà un gros tas de feuilles et de branches. Peut-être y a-t-il là-dessous un beau champignon. Il donne d'abord quelques coups de bâton sur les branches. Thomas, pfft. Une boule de riz sort de sa cachette, passe entre les jambes de Didier et se sauve à toute vitesse. Un serpent, au secours, un serpent. Crie Didier, qui se sauve encore plus vite de l'autre côté. Pfft, pfft, une boule de riz sort de sa cachette, passe entre les jambes de Didier et se sauve à toute vitesse. Un serpent, au secours, un serpent, crie Didier, qui se sauve encore plus vite de l'autre côté. Et then, pfft, pfft, nous parlons d'un saut chez Inma, une boule de riz sort de sa cachette. Et then, nous parlons d'un maïs pilkura. غريز رمادية صار دو ساكاشيت، أنه يخرج من مخبئه. نتكلم هنا عن شيء مكور بلون رمادي. صار دو ساكاشيت، أنه يخرج من مخبئه. طبعا هنا عندنا لغة صورتيغ كوجي أو بخيزون. فرت فرت إن بو غريز صار دو ساكاشيت، كما نقول هنا كرة رمادية. صار دو ساكاشيت، أنها تخرج من مخبئها. باس أونتخ لي جون دو ديدي، إذن هي تمر entre les jambes بين ساقي دو ديدي، بين ساقي ديدي. إذن هذا الشيء الذي هرب خرج من مخبئه. باس اونتخ لي جامب دو ديدي، أنه يمر بين ساقي ديدي. إي سو صوف، ثم أنه يهرب أ توت فيتاس، ثم أنه يهرب بكل سرعة، أنه يهرب بكل سرعة، يهرب بسرعة قصوى. أن سيربون أو سكور أن سيربون، هناك تعبان، النجدة تعبان. كري ديدي، كان يصرخ ديدي. كي سو صوف انكور، طبعا ديدي لم يبقى في مكانه، بل كي سو صوف انكور، الذي هرب انكور ايضا بلي فيت بسرعة كبيرة دو لوتر كوتي، الى الجهة الاخرى. هذا الشيء المكور هرب في هذا الاتجاه، ثم أن ديدي هرب في اتجاه آخر عكسه. إذن هذا هرب في اتجاه هنا، هذا هرب في اتجاه آخر. إذن كما قلنا فرت فرت une boule de riz sort de sa cachette passe entre les jambes de Didi et se sauve à toute vitesse. Un serpent, au secours, un serpent, crie Didi qui se sauve encore plus vite de l'autre côté. Arrête-toi Didi, arrête-toi Didi, n'aie pas peur Gronigo. Ce n'est pas un serpent, c'est un lapin qui s'est sauvé. Mon pauvre Didier, tu as eu peur d'un petit lapin, mais devenait-il ce lapin? Il était là sous les branches. Arrête-toi Didier, n'aie pas peur, Gronigo. Ce n'est pas un serpent, c'est un lapin qui s'est sauvé. Mon pauvre Didier, tu as eu peur d'un petit lapin, mais devenait-il ce lapin? Mais devenait-il ce lapin? Il était là sous les branches. Arrête-toi Didier, توقف يا Didier. طبعا هنا عندنا لو فيرب سارتي، عندنا لو فيرب سارتي، نقول arrête-toi، هذيك سو تتقلب إلى توا.
أغيتو، توقف، توقف أنت. كما نقول أوقف نفسك. ني با بوغ، لا يكون عندك خوف. طبعا هنا عندنا الفيرب أفواغ حتى هو مصرف في الإمبيراتيف، غير واغ مع لا نيغاسيون. كان ممكن نقول إي بوغ، إي بوغ، فليكن عندك خوف. إي بوغ، خاصو يكون عندك الخوف، ولكن مع لا نيغاسيون تتولي هنا ني با بوغ، ني با بوغ، ليكن عندك خوف. لا نتكلم هنا عن ني با بوغ بإتخ، هذه غير موجودة. نتكلم عن ني با بوغ بهذا الشكل، بأفواغ وليس بإتخ. ني با بوغ، لا يكون عندك خوف. غونيغو، غونيغو، كما لاحظوا هنا نيغو كيلكان كي ني با تخي انتيليجون، كيلكان كي ني با تخي انتيليجون. إذا نتكلم عن شخص الذي ليس بالذكاء الكبير، إذا نتكلم عن شخص ليس عنده ذكاء كبير، إذا شخص ينقصه الذكاء، إذا نقول عنه نيغو، نيغو، كما عندنا هنا. إذا طبعا روبير يقول لديدي أغي توا ديدي، ني با بوغ، لا يكون عندك خوف. غونيغو يناقص الذكاء أو ما يشبه الكلام. سوني با زان سيربون، هذا ليس تعبانا. سوني با زان سيربون، هذا ليس تعبانا. سيت لابان، إنه أرنب. كي سي سوفي، كي سي سوفي، الذي هرب. سيت لابان كي سي سوفي. مون بوفر ديدي، كما نقول هنا فقيري ديدي، كما نقول هنا يا مسكيني ديدي، أيها المسكين ديدي، كما لو يقول له المسكين ديالي ديدي. Tu as eu peur d'un petit lapin. أنت كان عندك خوف. أنت كان عندك خوف. D'un petit lapin. من أرنب صغير. Mais d'où venait-il ce lapin. ولكن من أين أتى هذا الأرنب. Mais d'où venait-il ce lapin. Mais d'où venait-il ce lapin. ولكن من أين أتى هذا الأرنب. Il est là. Sur les branches. هو كان هنا. هو كان هنا. تحت الأغصان. Il est là. Sous les branches. Il était là sous les branches. إذن يقول له Arrête-toi Didier. N'aie pas peur. Grand Nigo. Ce n'est pas un serpent. C'est un lapin qui s'est sauvé. Mon pauvre Didier. Tu as eu peur d'un petit lapin. Mais d'où venait-il ce lapin. Il était là sous les branches. طبعا سنستكمل مع ما تبقى من هذا النص في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.